الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الاشبال. قبل ما نروح نتكلم عن فقراتنا النهارده في برنامج الاشبال، حابب اتكلم عن مباراه الاهلي وصن داونز اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. في البدايه بنبارك لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني وكل جماهير النادي الاهلي، ولكن لسه عندنا شوط ثاني مهم وشوط ثاني اصعب وشوط ثاني اقوى هيكون في جنوب افريقيا. لكن امبارح في دروس كبيره ودروس مستفاده جدا. انا امبارح واحد من الناس اللي رحت حضرت مباراه الاهلي وصن داونز في استاد القاهره. من هنا من برنامج الاشبال ومن قناه النادي الاهلي بنشكر كل المسؤولين على تنظيم هذه المباراه، بدايه من الامن. امبارح يعني الامن قام بدوره على اكمل وجه، سهوله في دخول ملعب المباراه، بدايه من التفتيش من بره، بعد كده بتقابل شباب بتاع شركه تذكرتي برضو اللي كانوا بيساعدوا في تنظيم او القائمين على تنظيم هذه المباراه. بتروح عند البوابه بتقابل شاب محترم بيعامل جماهير بشكل محترم، تطلع الفان اي دي بتاعك، تطلع تذكرتك، تروح بسهوله جدا تلاقي كرسيك في ملعب المباراه، ملعب استاد القاهره. فعلشان كده من هنا لما يكون في حاجه ايجابيه وحاجه جيده لازم نشيد بيها ولازم نبروزها ولازم نوضحها للجميع. بنشيد بدور الامن امبارح في مباراه الاهلي وصن داونز، وبنشيد ايضا بالقائمين في شركه تذكرتي على تنظيم هذه المباراه. ما شاء الله امبارح كان حضور كبير ومكثف من جماهير النادي الاهلي اللي هتكلم عنها بعد شويه، ان فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم زي ما قال على الحلوة وعلى المره دايما على كل او على مر السنين. امبارح الاهلي بيقابل منافس او خصم قوي جدا، صن داونز من الفرق المرشحه دايما غالبا من حوالي من 5 سنين، ودايما صن داونز في الادوار النهائيه عنده فريق قوي، عنده ايضا جهاز فني موسيماني مدرب عنده خبرات كبيره جدا. موسيماني يعني تولى قبل كده منتخب جنوب افريقيا مع صن داونز بقاله فتره، حافظ افريقيا، لعب كتير في المسابقات الافريقيه، عنده ايضا عناصر جيده من اللاعبين، اوراق رابحه في الملعب واوراق رابحه بره الملعب. امبارح الشوط الاول الناس كانت قلقانه شويه بعد تاخر هدف النادي الاهلي اللي جه في الشوط الثاني عن طريق علي معلول، لكن الشوط الاول النادي الاهلي كان مسيطر، النادي الاهلي كان الاقوى، لكن صن داونز كان يعني عامل دفاعات محكمه وقافل الاطراف بشكل قوي، لكن والنادي الاهلي في الشوط الاول برضو الاستحواذ، السيطره كانت للنادي الاهلي، الفرص كانت للنادي الاهلي. لما جه الشوط الثاني، ودايما احنا لما بنقول الشوط الثاني بنقول شوط المدربين ريني فايلر وتغييراته الجيده اللي غيرت من شكل المباراه في الشوط الثاني، وايضا اصرار لاعبي النادي الاهلي. مهم جدا في المباريات الكبيره دايما اللاعب الكبير بيظهر بشخصيه البطل. اللاعب الكبير دايما بيعلى مع الحدث الكبير، علشان كده في لعيبه كبيره دايما بتتقال في التاريخ، علشان هي دي المباريات اللي لازم لاعبي النادي الاهلي في المباريات الكبيره يظهر ويمثل شخصيه النادي الاهلي. واحد من اللعيبه اللي احنا لازم نشيد بيها، وبصراحه بالرغم ان هو ما طلعش من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن من اول لحظه لبس فيها فانيله النادي الاهلي وتحس ان هو متربي جوه النادي الاهلي، هو علي معلول. علي معلول ما شاء الله مستوى ثابت فتره كبيره، بيظهر كمان شخصيه علي معلول في الثواني الاخيره لما يبقى في مباراه محتاجينها في النادي الاهلي ومحتاجين نكسبها، وتلاقي روح علي معلول. مش عايز انسى علي معلول لوحده، لا ده في اجاييه كمان ادى مباراه كبيره امبارح، ياسر ابراهيم، محمود متولي، الشناوي، احمد فتحي. احمد فتحي ان اللي بيضرب مثل ان الكره عمرها ما كانت بالسن، دايما بالعطاء وبالتحدي وبالقوه وبالاصرار. برضو ديانج والسوليه، ومش عايزين نقصوا على لعيب ممكن يكون ما اداش المستوى اللي الجماهير مستنياه منه، يعني مش عايزين نقصوا على اللعيبه، اللعيبه بتتابع وبتشوف وسائل الاعلام وبتشوف السوشيال ميديا. لما لعيب ممكن يكون في مباراه اقل شويه، لازم دور جمهور النادي الاهلي ودور المحبين للنادي الاهلي لازم نشد من ازر كل اللاعبين، لازم نقف جنب اللاعبين كلها، لازم نساند اللاعبين، عشان كده بيجي المكسب، هي الالتفاف حوالين الفريق والدعم. وقت ما اللعيب مستواه بينزل شويه لازم احنا نقومه كلنا. لكن امبارح يعني يوم رائع، اداء رائع من النادي الاهلي، بس تذكروا ده الشوط الاول، لسه هيكون في شوط ثاني في جنوب افريقيا اصعب واصعب. عايزين نروح ايضا لاحصائيه بالنسبه لدور الثمانيه، 8 فرق الكبار
اللي كلهم قبل كده حصلوا على بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعايز استعرضها بالأرقام زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. يعني دي الإحصائية، الأهلي أكثر فريق قام بمحاولات على المرمى وقام بتمريرات في دور الثمانية دوري أبطال أفريقيا. هنشوف إحصائيات الثمان فرق. النادي الأهلي في الصدارة، محاولات 25 محاولة، تمريرات 517 تمريرة. من هنا النادي الأهلي بيتجاوز ال 20 محاولة، وده رقم كبير جدا. تمريرات 517 محاولة، ده عدد كبير جدا يبين سيطرة واستحواذ النادي الأهلي على مجرى المباراة. ده يبين لنا أيضا التمريرات ده شغل مدرب. إذا عندنا مدرب رينيه فايلر لازم نشيد بيه، ده شغل مدرب إنك أنت تقدر تسيطر وتحط استحواذك على المباراة. وأيضا كمان استاد القاهرة وأرضية ملعب استاد القاهرة كان ليها أثر إيجابي إنك أنت تقدر تعمل الاستحواذ والسيطرة وتخلق الفرص. الوداد في المرتبة الثانية 13 محاولة 375 تمريرة. الزمالك في المرتبة الثالثة 13 محاولة و461 تمريرة. أيضا استحواذ نادي الزمالك علشان برضو أرضية استاد القاهرة، فعلشان كده مهم جدا المباريات تقام على استاد القاهرة. الرجاء 10 محاولات 490 تمريرة. عايز استكمل برضو مع حضراتكم جميع الفرق. سان داونز 4 محاولات 319 تمريرة. لما نشوف محاولات سان داونز 4 محاولات، ده يبين ان النادي الاهلي يعني كان مسيطر على المباراة بشكل كبير، الفارق كبير. النادي الاهلي عمل 25 محاولة. عندنا ايضا النجم الساحلي 8 محاولات 334 تمريرة. الترجي 10 محاولات 205 تمريرة. مازيمبي في المرتبة الأخيرة 6 محاولات 373 تمريرة. دي كانت إحصائيات وأرقام كل الفرق في دور الثمانية. وزي ما قلت لحضراتكم كل الفرق فرق قوية، كل الفرق فرق يعني سبق ليها إنها أخذت دوري أبطال أفريقيا من قبل، كلها لعبت في كأس العالم الأندية ما عدا طبعا نادي الزمالك، عندهم خبرات كبيرة. علشان كده السنة دي دوري أبطال أفريقيا بطولة قوية جدا. لما نشوف الأهلي ونشوف سان داونز، ده نهائي مبكر. دايما في المباريات الكبيره لازم اللعيبه تظهر بشخصيه البطل، لازم التفاصيل الصغيره دايما بتكون مهمه وبتكون مؤثره. ايضا امبارح في مباراه الامس التغييرات اللي اجراها ريني فايلر كان ليها دور مهم جدا. نزول واحد من اللاعبين المهمين في صفوف النادي الاهلي كابتن وليد سليمان، برضو يمتلك عناصر الخبره وليد سليمان، ولعب في مباريات افريقيا مباريات كتيره جدا، وكان ورقه رابحه ورقه هجوميه في تنشيط النواحي الهجوميه. ايضا اليو باجي اللي مع نزوله نشط النواحي الهجوميه، بيمتاز بالقوه بيمتاز بالسرعه، وكمان يعني ركله الجزاء قدر يعدي بالكره بشكل مميز وخد ركله الجزاء كان ليها يعني علي معلول انه يضيف الهدف الثاني. يعني كل التغييرات ما شاء الله يعني كانت مثمرة. أحمد الشيخ التغييرة الثالثة. ولكن مباراة الأهلي وصن داونز في استاد القاهرة شكل المباراة الثانية اللي هتكون في جنوب أفريقيا هتكون أصعب وأصعب. يلزم من اللاعبين لازم يكون في تركيز كبير جدا، لازم يكون في حذر، لازم أكون حاطط في اعتقادي وفي حساباتي. أنا بقول للعيبة عشان احنا كنا يعني انا واحد من اللاعبين اللي لعبوا النادي الاهلي ومرينا بظروف كتيره زي دي. النهارده لازم احط في حساباتي انا رايح هناك والنتيجه بالنسبه لي انا كلاعب النتيجه 0-0. انا مش رايح و2-0، لا يعني مركنش على 2-0 دي، او احط في ذاكرتي وانا نازل المباراه ده انا كسبان المباراه الاولى في استاد القاهره 2-0، او اديت مباراه قويه، او انا اللي كنت مسيطر. لا، انت النهارده بتبتدي مباراه من اول وجديد. لازم يكون عندك حذر، لازم يكون عندك قوه في الالتحامات سواء في خط الوسط او في الامام او في النواحي الدفاعيه. دي المباريات اللي محتاجه من اللعيب انه يكون مصحصح ومركز ال 90 دقيقه، ما ينفعش اغفل او اسهو مثلا دقيقه واحده، ان دايما المباريات الكبيره زي ما بقول لحضراتكم دايما بتحسم بالتفاصيل الصغيرة. والنادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرين إنهم يعدوا أيضا المباراة الثانية. نروح لفاصل وبعد الفاصل أكمل مع حضراتكم دور جمهور النادي الأهلي، ولكن بعد الفاصل.
جت تحيه بحضراتكم مره ثانيه. قبل الفاصل اتكلمت مع حضراتكم عن اهميه مباراه سان داونز الثانيه، وقلت لحضرات يعني هتكون مباراه صعبه، يتوجب على لعيبه النادي الاهلي التركيز من هنا من بدايه المطار ان شاء الله، واللعيبه متجهه الى جنوب افريقيا. مفيش حد يحط في حساباته ان احنا كسبنا 2-0، لا، انا رايح المباراه هناك هي دي المباراه الحاسمه بالنسبه لي، كاني بلعب مباراه نهائي افريقيا. انسى ان انا كسبت 2، رايح النتيجه 0-0، ولازم كل اللعيبه تحط في حساباتها يعني النتيجه دي علشان يبقى عندي تركيز شديد. المباريات الكبيره ما ينفعش فيها السرحان او عدم التركيز، كل دقيقه فيها بيبقى فيها تفاصيل كتير، فكل دقيقه من لعيبه النادي الاهلي محتاجين التركيز بشكل كبير. وزي ما بقول لحضراتكم، النادي الاهلي خلاص ادى مباراه اللي كانت في استاد القاهره مباراه كبيره، قفلنا الصفحه دي. عايز اروح بقى لدور جمهور النادي الاهلي وعظمه جمهور النادي الاهلي وحلاوه جمهور النادي الاهلي في مباراه الامس امام سان داونز. يعني دايما جمهور النادي الاهلي بيكون في المعاد، دايما يعني مقوله على الحلوه وعلى المره تنطبق على جمهور النادي الاهلي. امبارح لما يكون المباراه الساعه 6 ونشوف جماهير النادي الاهلي استاد القاهره مليان باعداد كبيره بدايه من الساعه 3 قبل انطلاق المباراه بثلاث ساعات، راحت تشجع فريقها وراحت تغني وراحت تحتفل، هو ده دور جمهور النادي الاهلي. لما نشوف ال 90 دقيقه في المباراه لن يتوقف الهتاف للنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي طوال ال 90 دقيقه، يبقى هو ده جمهور النادي الاهلي. لما نشوف خلال ال 90 دقيقه مفيش لفظ خارج، مفيش هتافات لفرق اخرى، يبقى ده هو جمهور النادي الاهلي. لما نشوف امبارح لافتات جمهور النادي الاهلي بيرفعها لعمرو فهمي، وبنشوف ايضا للطفل ادهم، طفل يعني اللي كان بيشجع نادي الزمالك، يبقى هو ده جمهور النادي الاهلي. دايما جمهور النادي الاهلي بيكون في الميعاد وبيضرب يعني افضل الـ 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 الامثله في التشجيع. يا ريت يا بيبو لو عندنا كمان يعني لقطات وصوت جمهور النادي الاهلي تسمعنا كده، عندك؟ طب يلا نشوف. جمهور عظيم يحرك الصخر، دايما بيكون موجود في الميعاد، دايما جمهور النادي الاهلي. ومن هنا عايزين نبني للفتره اللي جايه لما نشوف جمهور النادي الاهلي بالاعداد الكبيره. بالمناسبه ما كانتش دي المباراه الاولى اللي يضرب فيها جمهور النادي الاهلي افضل الامثله او افضل التشجيع، لا، شفناه ايضا في مباراه النجم الساحلي، وكنت ايضا متواجد في ملعب المباراه. جمهور النادي الاهلي المباراه الثانيه سان داونز برضه حاجه رائعه. يا ريت نبني خلال الفتره اللي جايه على اللي بيحصل في ملعبنا وفي استاد القاهره ومن جمهور النادي الاهلي، علشان الفتره اللي جايه نشوف ملاعبنا مش في بطوله افريقيا بس، كمان في دوري وكاس وكل البطولات، تكون جماهيرنا كلها بكل انتماءاتها تكون موجوده في ملاعبنا مره اخرى. عايز اروح للقطه حلوه. لقطه كانت موجوده امبارح في الدوري الالماني، مباراه بين بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الالماني. لقطه بتبين ان اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره. اللعيبة دايما عليها العامل الأساسي في نبذ التعصب، في نبذ العنصرية في الملاعب. لما نشوف امبارح مباراة، وياريت لو عندنا صور أو لقطات برضو نعرضها، امبارح في مباراة الأمس، المباراة بايرن ميونخ اللي انتهت بفوز كبير لبايرن ميونخ على هوفنهايم 6، المباراة كانت في بدايتها فاز بايرن ميونخ 3، كان فيه هتافات معادية أو مسيئة لرئيس نادي هوفنهايم من جماهير بايرن ميونخ. الحكم استوقف المباراة، وقف المباراة، ورجعوا استكملوا المباراة مرة أخرى تانية عشان الجماهير تتوقف. رجعت أيضا الهتافات المسيئة في الدقيقة 77 في آخر المباراة. اللعيبة توقفت في وسط الملعب، اللعيبة توقفت في وسط الملعب وبدأوا يمرروا الكرة لبعض بشكل فيه تسلية أو بشكل فيه بدون منافسة عشان يوصلوا للجماهير أو رفضهم للهتافات المسيئة لرئيس نادي هوفنهايم. دي اللقطة دي كانت من مباراة امبارح بايرن ميونخ وهوفنهايم، ودي صور معانا موجودة، شايفين الفرقتين واقفين، وكمان حارس مرمى بايرن ميونخ جه والحارس بتاع هوفنهايم جه وبدأوا يتناقلوا الكرة بشكل ودي. وبالمناسبة 13 دقيقة وكان شكل المباراة بالشكل ده، علشان امبارح اللعيبة بترفض الهتافات المسيئة. ده دور اللعيبه ودور اللعيبه في كل الملاعب، علشان اللعيبه اللي عندنا
تتعلم وتتعظ وتاخد اللعيبه دي قدوه ليهم. زي ما احنا شايفين دلوقتي كمان اتنين حراس مرمى، حارس مرمى بايرن ميونخ وحارس مرمى هوفنهايم، وهم واقفين في وسط الملعب بيتبادلوا الكره بشكل ودي، والمباراه زي بقول لحضراتكم استكملت حوالي 13 دقيقه بهذا الشكل، علشان اللعيبه رافضه الهتافات المسيئه، رافضه التعصب اللي بيحصل. مفيش لعيب، ما ينفعش النهارده لعيب يروح يستفز مشاعر الجمهور، لعيب فرقته كسبت بطوله يروح يحفل على الفريق الاخر، ده مش موجود. كل فريق او كل لعيبه هتفضل مع فرقتها وتحتفل ببطولتها وتفرح بناديها، ما بنشوفش الشكل ده بره. يا ريت لعيبتنا تتعظ وتاخد المثال ده خير مثال ليها. نروح لاول فقرات برنامج الاشبال، ونروح بقى لاخبار الصحف والمواقع. ومنذ ساعات قليلة انتهت مباراة شباب النادي الأهلي بفوز كبير على وادي دجلة برباعية. كان تشكيل النادي الأهلي مكون في حراسة المرمى من أحمد طارق سليمان، خط الظهر مصطفى إلياس وفارس طارق وعادل أحمد وإبراهيم السيد، محمد شكري وعبد الرحمن أشرف وزياد طارق، محمد فخري، صالح نصر وفهد جمعة. أهداف النادي الأهلي اللي أحرزها فهد جمعة، أحرز هدفين، ومصطفى إلياس أحرز هدف، واللاعب المتألق هداف دوري شباب الجمهورية اللاعب محمد فخري أحرز الهدف الرابع. التغييرات اللي أجراها الكابتن عمرو أنور: وليد مصطفى بدلا من فارس طارق، أحمد السيد بدلا من محمد شكري، وعلي أحمد حسين بدلا من زياد طارق. برضو عايز أقول لحضراتكم نتائج الجولة 26، دي كانت المباراة 26 في دوري الشباب وهم بيلعبوا بطولة جمهورية. فوز بيراميدز على الاتحاد 2-1، فوز سموحة على إنبي 2-1، تعادل السلبي بين الجونه والمقاولين 0-0، فوز الاهلي على دجله 4-0، فوز الحرس على المصري 3-1، فوز الاسماعيلي على طنطا 2-1، فوز كبير لاف سي مصر على اسوان 6-0، والتعادل السلبي بين الانتاج والمقصه. بهذا الفوز يرفع النادي الاهلي طبعا رصيده، يعني هنكون معانا دلوقتي كل المسابقات بتاعت الناشئين عندنا وجداول الترتيب. النادي الاهلي يبتعد بالصدارة بفرق ما يقرب من 7 نقاط عن الإسماعيلي في المرتبة الثانية. النادي الأهلي ما شاء الله مع الكابتن عمرو أنور شباب النادي الأهلي عامل نتائج رائعة، بيتصدر النهاردة برضو، يعني إنبي بيخسر بيجي في المرتبة الثالثة، الإسماعيلي بيفوز هو اللي بيدخل في المركز الثاني بعد ما كان إنبي في المركز الثاني، وما زال شباب النادي الأهلي بيتصدر جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الإسماعيلي. لكن الفترة اللي جاية هتكون صعبة، في مباريات قوية، وتبقي على جدول المسابقة أو على بطولة الدوري حوالي 8 مباريات. 8 مباريات النادي الأهلي أو شباب النادي الأهلي محتاجين منهم حوالي 6 مباريات مكسب. المباريات اللي جاية في مباريات قوية، المباراة القادمة للنادي الأهلي هتكون أسوان في أسوان، بعديها مباراة إنبي الإسماعيلي، في لسه النادي الأهلي هيلاعب إنبي، لسه هيلاعب المقصة، ففي مباريات كبيرة، مباريات تقيلة. شباب النادي الاهلي محتاجين تركيز، محتاجين شغل كبير خلال الفتره الجايه، علشان دايما السبق لما بيوصل في نهايته بيكون محتاج تركيز كبير. كل التوفيق للكابتن عمرو انور المدير الفني لشباب النادي الاهلي وكل الجهاز المعاون صراحه. وبصراحه الكابتن عمرو انور عامل شغل هايل جدا مع شباب الاهلي للسنه الثانيه على التوالي، السنه اللي فاتت ايضا يعني برضو اخذ بطوله دوري شباب الجمهوريه مع مواليد 97، والسنه دي ما شاء الله ماشي بشكل رائع مع فريق 99. نروح للخبر الثاني مع أهلي مواليد 2000. أهلي مواليد 2000 بيفوز على المقاولين بثنائية في بطولة منطقة القاهرة. كان افتتح النادي الأهلي التسجيل اللاعب محمد هاني اسم الشهرة بكار في الدقيقة 5، ومحمد مصطفى أوكا الهدف الثاني في الدقيقة 39. أيضا ما شاء الله مواليد 2000 في النادي الأهلي بيرفع رصيده إلى النقطة 45، جمعها من الفوز في 15 مباراة بالعلامة الكاملة زي الفريق الأول بالنادي الأهلي، سجل 73 هدف مقابل 6 أهداف في مرماه. ينتظر يعني الفريق إجراء قرعة المرحلة الثانية والنهاية من البطولة التي ستجمع بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعتين. كل التوفيق لفريق مواليد 2000 في النادي الأهلي. هروح أيضا لفريق 2003. 2003 يفوز على دجلة بهدف في دوري الجمهورية. كانت المباراة أقيمت في ملاعب الناشئين بمدينة نصر يوم السبت الماضي. سجل للنادي الأهلي اللاعب عمرو توفيق في الدقيقة 65 من عمر المباراة بتسديدة أرضية على يسار
حارس مرمى دجلة. نروح لنتائج الجولة 26 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003. فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0، إنبي على سموحة 2-1، المقاولين العرب على الجونة 6-0، طنطا على الإسماعيلي 2-1، تعادل الزمالك مع طلاع الجيش تعادل الإيجابي 1-1، وأيضا التعادل الإيجابي الاتحاد السكندري مع بيراميدز 1-1، والتعادل السلبي الإنتاج الحربي مع مصر المقصة 0-0. نروح لفريق 2004 اللي بيلعب بطولة دوري الجمهورية، مدير الفني الكابتن ياسر ريان، وبرضه بيقترب دوري 2004 من الانتهاء، متبقي ما يقرب من حوالي 4 مباريات. فاز النادي الاهلي على انبي 2-0 في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. افتتح للنادي الاهلي التسجيل اللاعب ميدو اسامه في الدقيقه 27 من ركله حره مباشره، سددها بشكل رائع، وايضا الهدف الثاني اضافه اللاعب رأفت خليل في الدقيقه 86 من ركله جزاء. النادي الاهلي بيرفع رصيده الى النقطه 41 ليواصل التربع منفردا على صدارة الترتيب، بيبتعد عن انبي بفارق 5 نقاط، تجمد رصيد الاخر عند 36 نقطة، وجمع الاهلي رصيده من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 مباريات والهزيمة مرتين. سجل النادي الاهلي 51 هدف مقابل 16 هدف في مرماه. نروح بقى للكابتن، ايضا الكابتن عبد الله فاروق المدرب العام في فريق 2004، كان ليه تصريحات بعد مباراة الأهلي وإنبي، وكان أبدى سعادته كابتن عبد الله فاروق وكل جهاز الفني بالفوز الذي حققه فريقه أمام إنبي بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية، وأكد إن اللاعبين قدموا أداء رائع واستحقوا حصد الـ3 نقاط، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة القادمة، وقال إحنا عملنا حساب جيد لفريق إنبي. نروح لنتائج الجولة 20 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004. فوز الأهلي على إنبي 2-0، الزمالك على طنطا 1-0، بيراميدز على الجونة 1-0، المقاولين العرب على سموحة 2-0، حرس الحدود على الإنتاج الحربي 5-3، وتعادل وادي دجلة مع مصر المقصة التعادل الإيجابي 1-1. نسيب 2004 وننتقل إلى 2005. كابتن أحمد سمير بيبو ما شاء الله اللي عاملين نتائج رائعة في دوري منطقة القاهرة، و2005 السنة دي أول مرة يلعبوا ملعب 11، ملعب كبير، وبرضه ما شاء الله بيقدموا أداء رائع ونتائج رائعة. فريق 2005 يحقق الفوز على الزهور بهدف في دوري القاهرة. أحرز الهدف للنادي الأهلي اللاعب أحمد فكري في الدقيقة 80 في اللحظات الأخيرة من المباراة ليمنح الأهلي النقاط 3. بهذه النتيجة وصل الأهلي إلى الفوز رقم 18 على التوالي بالعلامة الكاملة، زي فريق مواليد 2000، وايضا زي الفريق الاول بالنادي الاهلي. فريق 2005 بيسير على نفس نهج الفريق الاول وفريق 2000 في النادي الاهلي، بيحقق الفوز والعلامه الكامله في جميع المباريات، فوز في 18 لقاء على التوالي بالعلامه الكامله، رفع رصيده الى 54 نقطه مسجلا 85 هدف مقابل هدفين بس في مرماه، وعلى ما اعتقد ده رقم قياسي كبير جدا لفريق 2005. نروح ايضا لسلسله بقى يعني النهوض بقطاع الناشئين من قبل لجنة التخطيط، وأيضا من القائمين على قطاع الناشئين والكابتن فتحي مبروك، قطاع الناشئين ينظم محاضرات للاعبين عن التغذية الطبية. النادي الأهلي ولجنة التخطيط خلال الفترة السابقة كان تم عقد جلسات واجتماعات كبيرة من قبل كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب، وأيضا كان موجود كابتن فتحي مبروك، خلال الفترة القادمة للنهوض بقطاع الناشئين، خاصة ان احنا عندنا فعلا ناشئين مميزين، ناشئين موجودين في كل المنتخبات الموجودة، موجودين ايضا مع كابتن ربيع ياسين اللي بنتمنى له يعني كل التوفيق، منتخب الشباب بيلعب دلوقتي مع منتخب السنغال، ويا ريت لو تعرفوا لنا النتيجة برضو عشان نقدر نقولها على الهواء اول باول. كانت النتيجة منذ قليل كانت التعادل الايجابي 1-1، هنشوف يعني ونقول لحضراتكم دلوقتي. برضه النادي الاهلي بيضم او منتخب مصر من قطاع الناشئين بيضم عدد كبير من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مواليد 2001. فالفتره اللي جايه في نهضه كبيره في قطاع الناشئين، ابتدت من تثقيف اللاعبين لما الكابتن سمير عثمان راح، عقد محاضرات للاعبين علشان يعرفوا الجديد في قانون التحكيم، وده شيء مهم جدا انك تكون لاعب وفي الملعب وملم بالقوانين الجديده لاعب ومدرب. ايضا النواحي النفسيه كان ليها دور مهم جدا، برضو النادي الاهلي عقد محاضرات مع مؤهل نفسي للاعبين، بيشوف في لعيب ممكن يكون موهبته كبيره لكن قبل المباريات الكبيره ممكن بيخاف،
ما بيقدرش يخرج اللي عنده، برضو دور المؤهل النفسي انه يقعد مع اللعيبة على انفراد ويقدر يعدهم اعداد نفسي جيد علشان اللعيب يقدر يتحرر من الضغوط والقيود اللي عليه ويقدر يعني يقدم احسن حاجة عنده. خاصة انت في النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز، ما ينفعش انزل مباراة وانا بدور على التعادل او الخسارة، لا كل المباريات محتاجة الفوز. فعلشان كده ده بيكون ليه تأهيل نفسي مهم جدا. عايز استكمل مع حضراتكم حتة النهوض بتاع الناشئين والخطة المحدودة خلال الفترة الجاية، لكن عايز اروح للكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي عشان نبارك له على الفوز الكبير النهاردة على وادي دجلة برباعية. الف مبروك يا كابتن عمرو. الله يبارك فيك يا سلام، ربنا يخليك يا رب. النهاردة ما شاء الله النادي الاهلي بيفوز على دجلة 4-0 وبيواصل يعني مسيرة النجاحات ان شاء الله. فريق شباب النادي الاهلي ايضا متصدر لجدول المسابقه. المباراه النهارده كانت ازاي يا كابتن عمرو؟ المباراه كانت قويه يعني، الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر عليها من بدايتها. قدرنا ان احنا يعني معظم فترات المباراه كانت في نص الملعب بتاع نادي وادي دجله. كويس. قدرنا الحمد لله ان احنا نحرز هدفين في الشوط الاول وهدفين في الشوط الثاني. يمكن هو بس اللي لخبط الدنيا معانا شويه ان احنا معظم التغييرات النهارده كانت تغييرات اضطراريه، يعني كان في اصابات، كان في اصابتين لفارس طارق وفي لمحمد شكري، وهم دول يمكن بس اللي عقروا صفوا المباراه النهارده يعني، انما غير كده ثلاث نقط مهمين جدا الحمد لله. بنواصل تصدرنا المسابقه. عندنا الفتره اللي جايه يعني مباريات صعبه ومباريات قويه، اتمنى ان شاء الله نقدر نأدي بشكل جيد ونقدر ان احنا يعني نجمع اكبر عدد من النقاط بحيث ان احنا ان شاء الله نحافظ على تصدرنا البطوله النهائيه ان شاء الله. محمد شكري وزياد طارق اصابات قويه ممكن يغيبوا ولا حاجه مثلا بسيطه وممكن يعني يكونوا موجودين تاني في الفرقه بسرعه؟ والله يا اسامه يعني هيبان بكره ان شاء الله، يعني هم هيعملوا الاشعاعات بكره ان شاء الله. وعلى يعني على ضوء النتيجه بتاعت الاشعاعات ان شاء الله هنقدر نحدد مده الغياب يعني، ربنا يسهل يا رب. ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه بسيطه ويبقوا موجودين معانا في المباراه اللي جايه على طول ان شاء الله. يعني عندنا نواقص كتير وعندنا يعني برضه عندنا يعني عدد قليل شويه في خط الظهر، لان حتى محمد ناصر اللي هو اللاعب الجديد اللي احنا جبناه من سيراميكا برضه جاله تمزق في العضله الاماميه كده في المباراه اللي فاتت بتاعت المصري. فعندنا مشكله شويه احنا في خط الظهر يعني، فاتمنى ان شاء الله ان الاصابات بتاعه النهارده تكون طفيفه يعني بحيث ان اللعيبه تكون موجودين معانا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ممكن تعالج النقص العادي ده اللي موجود في صفوف شباب النادي الاهلي يا كابتن عمرو؟ خاصه يعني انت خلاص في المراحل الاخيره من حسم المنافسه، متبقي 8 مباريات، النادي الاهلي محتاج 6 مباريات منهم مكسب عشان تقدر تحسم بطوله دوري الجمهوريه. ممكن كابتن عمرو يستعين من فريق 2000 ومن فريق 2001 عشان يعني يكمل النقص العادي الموجود عنده؟ والله ما دي ما فيهاش مشكله، احنا في تعاون تام يعني ما بيننا وما بين القطاع سواء مع الكابتن فتحي او مع الكابتن مدحت. كويس. يعني ده تعاون موجود، انا بس انا يعني مش عايز اسبق الاحداث. عايز اشوف بس يعني بكره ان شاء الله باذن الله نتيجه الاشعاعات هتوصل لايه. وعلى يعني على ضوء النتيجه بتاعت الاشعاعات هقدر اشوف احنا عندنا بدايل موجودين هيقدروا يسدوا الفراغات دي هيبقى تمام. ما كانش هيبقى زي ما انت بتقول، هيبقى في طبعا استعانه طبعا بالفريق ان كان من فريق 2000 او من فريق 2001 ان شاء الله. كويس. الفتره الجايه فتره اكيد يعني قويه، في مباريات قويه فيها كابتن عمرو في 8 مباريات. النادي الاهلي رايح لاسوان المباراه القادمه، بعدها الاسماعيلي، انبي، مقصه، مباريات قويه. يعني كيفيه الاستعداد للمباريات القويه دي خاصه انت خلاص يعني على الامطار الاخيره من حسم بطوله الدوري؟ بالظبط يعني بالظبط، احنا يعني المباريات اللي باقيه لنا هي يعني اتقل فرق في المسابقه. يعني الثمان مباريات اللي باقيين فرق كلها كبيره، فرق كلها فيها لعيبه كويسه، فرق كلها اسامي كبيره حتى في الكوره سواء على الفريق الاول او على الفريق او على مستوى قطاع الشباب. فاحنا شغالين في جميع الاتجاهات يعني، شغالين نفسي وشغالين بدني وشغالين فني يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. أنا شايف إن اللعيبة واخدة الأمور بجدية وعندها قدر كبير من تحمل المسؤولية. أنا شايف إن ده هيساعدنا بشكل كبير جدا إن احنا نحسم الفترة اللي جاية بشكل كويس إن شاء الله. عايز آخدك بقى وأسألك عن مباراة صن داونز امبارح، شفت نتيجة المباراة إزاي 2-0، وهتشوف إزاي لقاء العودة مرة أخرى في جنوب أفريقيا، ونصيحتك كمان للاعبي النادي الأهلي.
يعني طبعا في البدايه بنبارك للفريق الاول في النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. انا شايف انه يعني مباراه كانت صعبه، مكسب كويس جدا. يعني انا كان نفسي عدد الاهداف يزيد عن كده طبعا، على اساس برضو ان انت يبقى مديلك فرصه اريحيه اكتر في مباراه العوده، لان انت عارف الاجواء في افريقيا وعارف الملاعب وعارف الجو الحر، وبرضه مش عايز اتطرق لحته التحكيم يعني، فاهم قصدي؟ مظبوط. فكل ما كل ما عدد الاهداف بيزيد انا يعني شايف ان دي بتدي ثقه اكبر للفريق. يعني انا شايف طبعا اللعيبه على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وهتقدر انها تتعامل مع المباراه اللي جايه ان شاء الله في جنوب افريقيا. وانا برضه يعني من رؤيتي للمباراه بتاعت امبارح، انا شايف النادي الاهلي عمل شوط تاني، يعني شوط على اعلى مستوى. اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يكمل مسيره، وهيقدر ان هو يتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا، وهيقدر يعدي الدور ده باذن الله بمنتهى السهوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب تعليق اخير مع حضرتك كابتن عمرو، النادي الاهلي هيسافر النهارده ان شاء الله لجنوب افريقيا قبل المباراه بعدد كافي من الايام، التاقلم على موعد المباراه، المباراه هتقام الساعه 3 عصرا برضه، فحضرتك يعني غير المباراه الساعه 7 او الساعه 8، وجبه المباراه هتكون بدري، الصحيان النوم، يعني شايف ان النادي الاهلي رايح بدري عشان يتاقلم، شايف الوضع ده ازاي؟ لا انا شايف ان دي حاجه مفيده جدا للعيبه، تتعود على الاجواء وعلى المواعيد، لان انت زي ما اتكلمت في نقطه مهمه جدا. ان انت هنا متعود انك بتلعب متاخر، بتلعب بالليل، عندك اليوم كله بتقدر تتعامل فيه زي ما انت عايز. المباريات اللي هي بتبقى بدري وخصوصا ان انت مش واخد عليها ومش متعود عليها، بتبقى محتاجه نظام. نظام في النوم بدري، نظام في الاكل بدري، استعداد للمباراه من بدري. انا شايف ان دي كلها حاجات مهمه جدا. وحته ان انت تسافر قبلها باسبوع برضه، في نقطه مهمه جدا، نقطه نقص الاكسجين هناك. تمام. يعني نقص الاكسجين هناك ده محتاج منك ان انت لازم تروح بدري علشان اللعيبه تعرف تتعود وتتاقلم على الموضوع بتاع نقص الاكسجين. وانا شايف ان ده قرار يعني سليم 100%، وان شاء الله نتيجته هتبان يوم المباراه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. ان شاء الله كل التوفيق ايضا للفريق الاول في مباراته الصعبه امام صن داونز. عايز اروح مع حضراتكم واستكمل حته يعني المحاضرات او لجنه التخطيط بتركز عليها خلال الفتره الجايه بالنسبه لقطاع الناشئين، وزي ما قلت لحضراتكم يعني في رؤيه مستقبليه ايضا كبيره لقطاع الناشئين، ان فعلا عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين. زي ما بقول لحضراتكم ايضا منتخب الشباب دلوقتي بيلعب مع كابتن ربيع ياسين، ويا ريت يا شباب تشوفوا لي النتيجه دلوقتي كما حابب اقولها على الهواء دلوقتي، ناس في الاعداد تقولوا لي بس النتيجه. مصر احنا خسرنا ضربات جزاء بعد انتهاء المباراه 1-1. طيب يعني كابتن ربيع ياسين، تجربه مفيده لمنتخب مصر للشباب. قبلها كان في بطوله شمال افريقيا، دي البطوله الثانيه، بطوله كاس العرب، لسه ما روحتش المباراه الرسميه، وده الاهم. الاهم مش المباريات الوديه، الاهم هي المباراه الرسميه، انك تقف على افضل تشكيل، افضل توليفه ممكن تبتدي بيها كل المباريات او الاعداد سنه وسنتين علشان توصل للمباراه الرسميه، ودي الاهم. دي كلها فتره اكتساب خبرات للجهاز الفني، تعرف اكتر على اللعيبه، امكانيات اللعيبه واللعيب، تجربه مفيده يعني ونجاحاتها كبيره برغم خروج مصر في الدور قبل النهائي امام منتخب قوي، منتخب السنغال. عايزين نروح ايضا للنادي الاهلي بقى، عشان النقطه دي مهمه جدا من قبل لجنه التخطيط والرؤيه المستقبليه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم كان في ندوات ومحاضرات خلال الفتره اللي فاتت للتحكيم، ايضا التاهيل النفسي، وايضا النهارده في برضو التغذيه. انت النهارده كلاعب كوره، كلاعب محترف، لازم تعرف ايه الاكل الصحي اللي انا اكله، ايه الكميات المناسبه ليا، ايه التوقيتات. النهارده ما ينفعش تكون لاعب كوره باكل اي اكل وفي اي وقت وفي اي مناسبه، لا، لازم برضو يعني تكون ملم بكل هذه الامور. علشان كده النادي الاهلي والكابتن فتحي مبروك عقدوا ندوات عن طريق الدكتوره ايه راغب طبيبه التغذيه الرياضيه، وعقدت ندوات مع فريق 2001 وفريق 2002، وايضا هتستكمل كل المحاضرات مع فرق شباب الناشئين. نروح نشوف مع حضراتكم جداول ترتيب بعض المسابقات في فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وهنشوف دلوقتي جدول ترتيب مسابقه بتاع 99 شباب النادي الاهلي، ده كان قبل لقاء اليوم اللي انتهى بفوز النادي الاهلي برباعيه امام وادي دجله.
يعني النادي الاهلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي، النادي الاهلي في الصداره، لعب 25 مباراه، وبقول لحضراتكم قبل لقاء اليوم لعب 25 مباراه، فاز في 18 مباراه، تعادل في 5 ماتشات وهزيمه في ماتشين. النادي الاهلي ليه 59 هدف وعليه 19 هدف، في الصداره برصيد 59 نقطه. إنبي في المركز الثاني بعد لقاء اليوم، أصبح الإسماعيلي هو اللي في المركز الثاني وإنبي هو اللي في المركز الثالث. قبل لقاء اليوم كان إنبي في المركز الثاني 53 نقطة، يعني النادي الأهلي فارق بحوالي 6 نقاط. الإسماعيلي كان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط. أصبح الإسماعيلي في المركز الثاني، طلع الجيش الرابع، بيراميدز خامس، سموحة السادس، أسوان السابع، اف سي في المركز الثامن، الزمالك في المركز التاسع، مصر المقاصة في المركز العاشر، حرس الحدود في المركز ال11، مورين العرب 12، وادي دجلة 13، نتاج الحرب 14، المصري 15، الجونة 16، الاتحاد السكندري 17، وطنطا في المركز ال18 والمركز الاخير، ومتبقي حوالي 8 جولات لانتهاء جدول او انتهاء مسابقة شباب ال 99. ايضا نروح نشوف مواليد 2004، ايضا برضو مواليد 2004، متبقي حوالي 4 مباريات لحسم هذه البطوله، وشاف برضو بطوله 2004 بطوله قويه لا تقل اهميه عن بطوله 99، خاصه انها بتضم ايضا برضو فرق قويه. النادي الاهلي في الصداره برصيد 41 نقطه، النادي الاهلي لعب 19 مباراه، فاز في 12 مباراه، تعادل في 5، هزيمه في ماتشين، سجل 51 هدف وعليه 18 هدف. إنبي في المركز الثاني، لكن إنبي لعب 18 مباراه، متبقي لمباراه، رصيده 36 نقاط. حتى لو كسب إنبي هذه المباراه يظل النادي الاهلي في الصداره. نادي الزمالك في المركز الثالث ب 19 لعب 19 مباراه برصيد 35 نقطه. المقاولين في المركز الرابع، حرس الحدود في المركز الخامس، الانتاج الحربي في المركز السادس، مصر المقصه في المركز السابع، وبيراميدز في المركز الثامن، التاسع الاسماعيلي. الاسماعيلي اللي معودنا دايما يعني بيضم مواهب مميزه، لكن ترتيبه للاسف في جدول 2004 في المركز التاسع. وادي دجله في المركز العاشر، وسموحه 11، 12 الجونه، 13 طنطا، وهذه المسابقه تضم 13 نادي، يعني 24 مباراه. النادي الاهلي لعب 19 مباراه، متبقي ما يقرب من 5 مباريات لحسم هذه البطوله. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي، الجهاز الفني، كابتن ياسر ريان، كابتن عبد الله فاروق، وزي ما بقول لحضراتكم الامطار الاخيره بتحتاج تركيز اكتر، جهد اكبر، محتاجه التفاصيل الصغيره علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله في بطوله دوري الجمهوريه فريق 2004. وايضا مواليد 2000 بيتصدر المسابقه، وايضا 2005 بيتصدر المسابقه. نروح نشوف دلوقتي مع حضراتكم بقى ملخص مباراه الاهلي وانبي مواليد 2004 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثنائية.
كان ملخص فوز النادي الاهلي على انبي مواليد 2004 بثنائيه، ايضا نروح نشوف مع بعض ملخص فوز النادي الاهلي مواليد 2000 على المقاولين العرب ايضا بثنائيه. كان ملخص مباراة الأهلي والمقاولين العرب مواليد 2000 اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بالثنائية في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. أيضا نروح نشوف مع بعض ملخص مباراة النادي الأهلي ووادي دجلة مواليد 2003 اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف للاعب عمرو توفيق.
نشوف ايضا يعني لقاءات مع الجهاز الفني لفريق 2004 بعد مباراه الاهلي وانبي اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثنائيه. كانت كاميرا الاشبال موجوده وعملنا لقاءات مع الكابتن عبد الله فاروق المدرب العام وايضا لاعبي النادي الاهلي اللاعب خالد سليمان ومحمد صلاح. نروح نشوف قالوا ايه ونرجع لحضراتكم بعد هذه اللقاءات. مهم بالنسبه لنا ان احنا نكسب النهارده، ناخد 3 نقط، نوسع الفريق بيننا وبين الثاني والثالث والرابع. يعني زي ما انت بتقول بنقرب من البطوله بشكل قريب، بس احنا لسه بدري. انت عارف النادي الاهلي طول عمره بنلعب لحد اخر صفاره في اخر ماتش في الدوري، فما بين يعني خلاص احنا كسبنا انبي الحمد لله، واللعيبه كانت رجاله جدا وعملت ماتش هايل جدا جدا، ولاد كتير اتحملت على نفسها وكانت تعبانه ومصابه، كله اتحمل على نفسه عشان الماتش النهارده، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. خلاص النهارده خدنا فرحنا وبتاع، بكره هناخد اجازه نريح، نبدا من يوم السبت ان شاء الله نستعد للماتش اللي بعده باذن الله. طول الاسبوع بنتكلم انا وكابتن ياسر في الموضوع دوت، مش معنى ان احنا لعبنا انبي في ملعبه وكسبناه 6 يبقى ان هم فرقه مش كويسه، لا ده هم فرقه كويسه جدا وعندهم لعيبه كويسه جدا جدا. يمكن هي ظروف الماتش اللي هناك كانت خدمتنا وقدرنا نكسب 6. هتيجوا هنا هتلاقي الوضع مختلف تماما، هتلاقيهم عايزين جايين يكسبوك، عايزين يعوضوا الخساره بتاعتهم، فانت لو ما قابلتهمش بالنديه والقوه اللي هم هيقابلونا بيها هيبقى ماتش صعب، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. والله الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله الحمد لله، واحنا نازلين مركزين من اول الماتش، كسبناهم هناك 6، كنا عايزين برضو ننزل نعمل نتيجه الحمد لله، واحنا بنركز على الدوري مش على ماتش واحد، وبلعب نص ملعب وبلعب سيرد باك وبلعب في الثلاثه، والحمد لله ربنا بيوفقني لما بلعب في اي مركز فيهم. والله قال لي ركزوا على الولد اللي اسمه ادهم الفيرو بتاعهم، وقال لي ركزوا على التغطيه كويس انا وبجد، واحنا الحمد لله عملناها بشكل كويس قوي الحمد لله. الحمد لله احنا بننفذ التعليمات اللي بيقول عليها كابتن ياسر الحمد لله، وبننفذ اللي بيقول عليه كويس الحمد لله. مكسب يجيب مكسب على طول يعني، احنا الحمد لله لغايه دلوقتي ماشيين بمتتالي ما بنخسرش الا مباراه الجونه بس، حصلت ظروف خاصه تعادلنا فيها عشان الارضيه كانت وحشه بس وكده، فالحمد لله ماشيين بخطوه كويسه يعني الحمد لله. ايضا كاميرا الاشبال كانت موجوده في المحاضره، الدكتوره ايه راغب اخصائيه التغذيه الرياضيه اللي عقدت محاضره للاعبي النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم علشان تصنع بطل، عشان تصنع لاعب دولي، عشان تصنع لاعب يمثل النادي الاهلي، الامور مش فنيه بس، لا الامور مش ملعب بس، لا في حاجات كتير لازم يعني بتشتغل عليها عشان صناعه اللاعب، زي ما قلت لحضراتكم النواحي التحكيميه، النواحي النفسيه، وايضا امور التغذيه، يعني التغذيه مهمه جدا في حياه اللاعب، لازم اللاعب يكون مثقف بقدر كبير عشان يعرف ايه الوجبات اللي هتنفعه قبل المباريات، بعد المباريات، الكميات المطلوبه ليه، وايضا كمان الاوقات مهمه جدا، علشان كده النادي الاهلي كان حريص ان تكون في خبير التغذيه تعقد ندوات ومحاضرات مع اللاعبين وكاميرا الاشبال، كنا موجودين نشوف الدكتوره ايه راغب اخصائيه التغذيه الرياضيه وندوه مع لاعبي النادي الاهلي في قطاع الناشئين. النادي الاهلي كلموني وقالوا لي ان هم عاوزين، انا بشتغل مع الفريق الاول في حاجات كتير، فالنادي الاهلي كلموني قالوا لي ان هم عاوزين حد يجي يتكلم معاهم على التغذيه، ولان التغذيه مهمه جدا زيها زي الرياضه بالظبط، فلو هم مش مهتمين بالتغذيه بتاعتهم في خلال اليوم هياثر تماما على ادائهم في الملعب وهياثر على قدراتهم ونموهم. المهم قوي بالنسبه للاعبين الكوره او بالنسبه للرياضيين عامه ان هو توقيت الاكل ونوعيه الاكل اللي بتدخل لهم مختلفه تماما عن نوعيه الاكل اللي بتدخل لاي حد تاني من بره، فلو انا ما باخدش مثلا حاجات فيها مكملات غذائيه بالنسبه للصغيرين او بالنسبه للكبار، محتاجين جدا ان اكلهم يبقى قبل التمرين خفيف جدا، في حاجات معينه توقيتها بعد التمرين، لازم ياكلوا اكل معين علشان ينمي العضل بتاعهم، لازم ياكلوا اكل معين علشان يبقى مختلف على ادائهم في الملعب، يديهم طاقه معينه، مش اي طاقه وخلاص، ما تبقاش طاقه هتنزلي السكر بسرعه، في حاجات لازم يبتعدوا عنها تماما زي الحاجات المحمره، الحاجات اللي فيها
حاجات بروسيست او حاجات زي ما بنقول معموله بايد الانسان زي المكرونات او كده، على عكس اللي الناس كانت فاكراه زمان، او ان هم بيدوا مثلا اللعيب مكرونه كتير قبل التمرين. لا، ده مش احسن حاجه. احسن حاجه ان انا اخد حاجه طبيعيه زي البطاطس، زي البطاطا، زي التمر، الموز، حاجه تكمل الغذاء اللي عندي او الناقص من عندي من املاح، وتديني طاقه في خلال التمرين من غير ما تتعب لي معدتي. اهم حاجه بالنسبه، لان انا اصلا كنت دراستي كانت في برشلونه، فكنت عايشه في اسبانيا بشتغل معاهم شويه، فاهم حاجه هم كانوا بيركزوا عليها اولا غير الغذاء نفسه، الحاجات اللي بتاثر على الغذاء. فانا مثلا ما اكلش مثلا سكريات كتير جدا تاثر على نومي او تاثر على تركيزي، ما اكلش حاجات فيها دهون عاليه جدا، فالدهون العاليه دي حتى لو كانت خلال جبن صفراء، حتى لو كانت حاجات انا مش واخده بالي منها، مش بالضروره تكون محمره، الحاجات دي او العيش الابيض او الحاجات دي بتبتدي تاثر شويه على تركيزي وعلى طاقتي، انها ما تبقاش طاقه تقدر تكمل معايا. فهم اكتر حاجه بيركزوا عليها بره عاده ان هم يبقوا يناموا كويس جدا، يبقوا بياكلوا سكريات كتير جدا بالليل، ما بياكلوش حاجات فيها دهون، وبياخدوا بالهم ان هم بياكلوا عناصر غذائيه تديهم كل الفيتامينات من غير ما اعتمد على حاجات من بره او مكملات غذائيه من بره. البادره دي كويسه جدا من النادي الاهلي، النادي الاهلي اهم نادي في مصر، فدي احسن حاجه هو عملها يعني حاليا، ودي من احسن الحاجات. لان احنا بنقول على طول ان التمرين مهم جدا، بس التغذيه 70% من الجسم، فلو هم مش واخدين بالهم في التمرين فبالتالي بيبتدي ياثر على نموهم. فبالنسبه لي النادي الاهلي من احسن النوادي، فان هو ابتدى يركز على ده مع كل الاعمار السنيه بتاعته، فدي حاجه هايله جدا. دي احسن حاجه هم عملوها، لانه بالنسبه ان احنا مش بس الكبار، الكبار بييجوا لوحدهم لان هم عارفين مصلحتهم شويه، الصغيرين ما يعرفوش ده. فبالنسبه للناشئين احنا بنبتدي ناسسهم كويس من هم صغيرين، يبقوا عارفين بياكلوا ايه، فيبقى عندهم المعلومات الكافيه انه حتى لما يكبروا يعرفوا يتاثروا يتعاملوا لوحدهم من غير ما يحتاجوا يروحوا لحد، او من غير ما حد يديهم معلومات غلط فتاثر عليهم في الملعب او تاثر على عليهم في نموهم او ذكائهم. كلام مهم جدا، توقيت الاكل ونوعيه الاكل، خاصه يعني للاطفال الصغيره كمان، او البراعم او مدرسه الكوره في السن ده، انت بتبني عضلات وبتبني نمو وبتبني قوه وبتبني لياقه بدنيه، فهي الامور مش ملعب بس، لا، في نواحي كتير جدا مكمله. يعني شايف من اهم النواحي في السن الصغير هي عمليه التغذيه، التغذيه مهمه جدا 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 للاعب كره القدم. ايه نوعيه الاكل اللي بتاكلها قبل التدريب اللي بتديك طاقه كبيره جدا وتخليك كويس في التدريب او في المباريات او بعد المباريات؟ بعد المباريات برضو دور مهم جدا نوعيه الاكل. انت اثناء المباراه يعني الجسم بيكسر يعني امور كتير في المباريات، او بيخسر الجسم يعني عناصر كتيره جدا. ايه نوعيه الاكل اللي انت تقدر بعد المباراه تكملها من خلال التغذيه؟ فمهم جدا ان لاعبتنا تتثقف، يبقى عندها التوعيه من خلال التغذيه الجيده والتغذيه الصحيه او الاكل الصحي اللي يقدر يفيدهم بعد كده في خلال المباريات او خلال التدريب. ايضا سجلنا مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بعد محاضره الدكتوره ايه خبيره التغذيه الرياضيه. منظومة قطاع الناشئين في النادي الاهلي احنا ماشيين على اهداف، ومن ضمن الاهداف دي احنا برضو في ثقافه دلوقتي جديده، ثقافه يمكن اللعيبه دي كلها في مراحل السنه المختلفه بنشتغل معاهم، اشتغلنا فعلا في الاعداد النفسي، واشتغلنا في القانون الجديد في التحكيم، والنهارده بنشتغل في نظام التغذيه مع الدكتوره ايه، ودي حاجه مهمه جدا جدا، وده في اتفاق مع لجنه التخطيط في النادي الاهلي ان احنا نقوم بكل هذه الامور عشان يبقى قطاع الناشئين في النادي الاهلي هو دائما السباق في هذه الاوجه، في هذه الاوجه اللي احنا بنشتغل عليها، والحمد لله احنا بنشتغل دلوقتي فيها كويس. ومحاضرات خد ال 2002 وال 2001 ولسه عندي مرحلتين ان شاء الله بكره 2004 و 2005، ونبقى احنا كده الحمد لله يمكن عملنا الشغل اللي احنا اتفقنا معاه مع لجنه التخطيط. قطاع البراعم مهم جدا عندنا، يمكن اللعيب الكبير خلاص بيستوعب الكلام اللي بيتقال، بيستوعب كل ما هو كبير وما هو جديد في علم التغذيه، والدكتوره يمكن شرحت لهم الكلام ده، ولكن قطاع البراعم مهم جدا ان انت بتنقل للولد الصوره
حتى عشان ينقلها لمامته في البيت، او احنا بعد كده ان شاء الله الدكتوره اهي تطبع لنا برنامج وهنوزعه للولاد بحيث ان هو يبقى ماشي على نظام غذائي يفيد جسمه ويفيد تركيزه ويفيد ايضا القوى العضليه في مرحله النمو دي. الحمد لله احنا ماشيين زي ما قلت لك ان احنا في اهداف بنسعى ليها دائما، الارتقاء بمستوى الفني والمستوى الذهني والمستوى التركيز للعيبه كلها، ودي الحمد لله يمكن حاجة إيجابية في منظومة قطاع الناشئين في النادي الأهلي الحمد لله. يعني أتمنى إن إحنا طبعا يمكن هذه الأهداف بنسعى ليها، لأن زي ما قلت لك البراعم والولاد الكبار اللي خدوا محاضرات سواء في الإعداد النفسي أو سواء في قانون التحكيم الجديد أو سواء في التغذية، كل ده بيفيد الولد، يعني بيفيده النهاردة إن هو يرتقي بمستوى الفني، لأن كل ده بنعمله عشان الارتقاء بمستوى الفني، والمستوى الفني بيديله إن شاء الله إن شاء الله. التطوير او الخطه اللي عملتها لجنه التخطيط في النادي الاهلي يعني ما وقفتش بس عند اللعيبه زي ما الكابتن فتحي قال، يعني قال في تطوير او خطه في خلال التحكيم ان احنا في محاضرات للاعبين وايضا التاهيل النفسي، وزي ما احنا شفنا دلوقتي مع الدكتوره ايه خبيره التغذيه كلام عن التغذيه وضروره او تثقيف وتوعيه اللاعبين عن الاكل الصحي. برضو الفتره اللي فاتت كان في ندوات وكان في محاضرات عن طريق الخبير الالماني، كان برضو في ندوات للمدربين. النهارده تثقيف او تطوير منظومة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لن تتوقف عند اللاعب فقط، لا كمان المدربين، كان في شفنا ندوات وشفنا الخبير الألماني اللي عقد محاضرات مع مدربين النادي الأهلي في قطاع الناشئين، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون أفضل وأفضل لقطاع الناشئين، خاصة زي ما بقول لحضراتكم عندنا فعلا مواهب في داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كانت كاميرا الأشبال موجودة في مباراة الأهلي والمقاولين العرب مواليد 2000 واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية، وكان لينا لقاءات مع المدير الفني الكابتن مدحت طه وأيضا لاعبي فريق مواليد 2000. الحمد لله طبعا على المكسب والثلاثة بونت طبعا احنا بنسعى ليهم على طول. طبعا كنت اتمنى ان الاداء يبقى احسن من كده وافضل من كده. احنا بيقابلنا سوء توفيق كبير جدا في الفرص، جينا عدد كبير جدا من الفرص وللاسف الانتاج بتاع الفرص دي بيبقى اهداف قليله، فهي دي المشكله اللي بتقرقنا لدرجه ان انا في التمرين يعني احنا تقريبا معظم التمرين بتاعنا بنشتغل على الجول عشان نحسن الموضوع ده. احنا بنشتغل وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. الهدف بتاع قطاع الناشئين ان احنا نطلع للفريق الاول او الفرقه الاعلى، احنا الحمد لله عندنا حوالي 4 أو 5 موجودين مع فرقه 99 ومعانا طبعا في نسبه الصعد للفريق الاول، وان شاء الله الفتره اللي جايه نحاول نصعد اكتر. طبعا الهدف الاساسي مش البطوله بس، الهدف الاساسي ان احنا نصنع لعيبه للفريق الاول، البطوله بتيجي في المقام الثاني. يعني انا اصعد 2 لعيبه ده عندي اهم من احقق اي بطوله، واحنا عندنا بطولات للناشئين كتير جدا، لكن احنا برضو بالرغم من كده احنا بنمشي في خطين متوازيين، ازاي احنا نصعد وازاي ان احنا ناخد البطوله، ودي المعادله اللي بنحاول نحلها ان شاء الله. طبعا الحمد لله بشكر ربنا على المكسب و3 بونت. اي نعم كسبنا والحمد لله 3 بونت مهمين، بس احنا مش راضيين على ادائنا النهارده، ادائنا بيقابلنا سوء حظ كبير قوي قدام الجون، فان شاء الله كابتن مدحت هيشتغل معانا اكتر على حته الجون ديت وان شاء الله نحاول نزودها الماتشات الجايه ان شاء الله. طبعا متضايق وزعلان مننا، فاحنا عشان سوء الحظ بيقابلنا قدام الجون ده بيضيع كتير قوي، فبيقول لنا اهتم اكتر قدام الجون، نحاول نركز اكتر، ف ان شاء الله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. الحمد لله على الهدف وعلى الاداء، احنا بس الماتش كان متعارف شويه في الاول والحمد لله خلصناه يعني، والكابتن مدحت متضايق شويه بس عشان الفرص اللي بتضيع، بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه نحسن الفرص ديت ونحاول نسجل اكتر من كده، والبطوله بتاعتنا ان شاء الله. الكره بدات من عند حسون ولعب هو كره مونتو ولعب بالعرض وانا حطيتها في الجون الحمد لله بدماغي يعني، واحنا متمرنين عليها يعني امبارح الحمد لله ونفذناها النهارده كابتن تعليمات كابتن مدحت. احنا الحمد لله ماشيين كويس الفتره اللي فاتت دي كلها، بس احنا بس مشكلتنا عند قدام الجون ما بنخلصش يعني، بس لكن الكابتن مدحت بنشتغل على الحته دي كتير قوي في التمرين، والحمد لله يعني احنا ال 15 ماتش الحمد لله كلهم فوز، وان شاء الله باذن الله نكمل الموسم ده زي السنه اللي فاتت ان شاء الله، ناخد الموسم كله انتصارات باذن الله بلا هزيمه ان شاء الله. نروح بقى لفقره جميله، فقره بقى هنرجع نجومنا اللي اعتزلوا في الملاعب، الكابتن خالد بيبو، الكابتن هشام حنفي، الكابتن حازم امام، الكابتن شريف عبد الفضيل، الكابتن ماهر همام، الكابتن شاه عبد الشافي، ونسترجع معاهم بقى فقره الذكريات بتاعتهم ايام فتره الناشئين ونشوف قالوا ايه في فقره الذكريات.
يمكن الحمد لله كانت مش هنقول زي الفترات دي. يمكن الاولاد دلوقتي محظوظين، احنا بنحسدهم وبنحسدهم وفي نفس الوقت لا هنقف معاهم، وكل الحاجات اللي كانت ناقصانا بنكملها فيهم هم. انا ببقى ناقص شيء وانا صغير ما عملتوش، ببص فيهم عايز اعمله لهم. ده ان شاء الله اللي احنا باذن الله هنعمله الفتره الجايه، لان الاولاد دول اتمنى باذن الله ان هم يبقوا حاجه كويسه، لان ان شاء الله في الامكانيات موجوده غير زمان خالص، فاتمنى ان شاء الله يبقوا حاجه كويسه باذن الله. وانا ناشئ يا احمد الحمد لله رب العالمين، كان لي الشرف طبعا نكون من ناشئين النادي الاهلي. انا انضميت للنادي الاهلي وانا عندي 12 سنه في المراحل السنيه اللي هي مراحل البراعم. يعني كان لي الشرف ان انا خلال هذه الفتره اشوف رموز النادي الاهلي. يعني وقتها كان الكابتن صالح الله يرحمه كان مدير كوره، كان موجود الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه كان مدير فني للفريق الاول، طبعا ابو الاشبال كابتن مصطفى حسين رمز الناشئين في النادي الاهلي. الرجل له فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على نجوم معظم نجوم النادي الاهلي في جيل السبعينات، هو اللي اكتشفهم بشكل كبير. طول عمرنا احنا بنطلع، لما حضرتك تقعد كده في السنين اللي فاتت دي تلاقي ان كل انديه مصر النجوم اللي فيها كان بتلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان بيطلع بس مش بيطلع بس اللعيبه له هو، بيطلع لعيبه له هو ولكل الدوري الممتاز المصري. الكلام ده طبعا بقى لنا فتره كبيره، احنا المدربين الاجانب لما بيجوا عايز الوضع الحالي بس، عايز الشكل العام. لما انت لما تبص للمدربين المصريين اللي مسكوا النادي الاهلي كلهم لعيبه ناشئين. احلى ايام الكوره وانت صغير دي، ما فيش مشاكل، بتلعب بتستمتع، الدنيا حلوه. لكن طبعا ما كانتش منظمه زي دلوقتي، ما كانش فيه فرق كتير زي دلوقتي، ما فيش اهتمام زي دلوقتي، فالولاد دلوقتي محظوظين عننا بكتير. لكن طبعا احلى ايام يستمتعوا بحياتهم فيها. يعني والله يعني اكيد ايام مهمه بالنسبه لي. يمكن انا لعبت في بلد صغير، انا كنت من مغاغه المنيا، ولكن قدرت الحمد لله اني يعني انا قدرت الحمد لله ان انا اقدر اوصل لمكانه كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المجهود والتعب. لكن خليني اقول لك ان كمان ظروف اولادنا دلوقتي اللي موجودين احسن بكتير من ظروفنا زمان، لاني انا اعتقد ان زمان لو رجعنا كده اسامه طبعا هيفتكر الكلام ده، لما كان يجي نلعب في اهالينا اقول لك ده مضيعه وقت، ده انتوا بتضيعوا وقت، ده مش عارف. بالعكس النهارده الاهالي بقت هي اللي تسعى ان هي تساند اولادها وتساعدهم ان هم يلعبوا كره قدم. فانا اعتقد ان ايام حلوه بالنسبه لي، انا ايام حلوه جدا 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 بالنسبه لي، ولكن انا شايف الامور دلوقتي اعتقد انها بقت اسهل واحسن. ولكن العقليه ده مهم، ان اولادنا لازم كمان اهاليهم يعلموهم ان عشان اوصل لازم اتعب. طبعا من السويس، من محافظه السويس، نشات طبعا في محافظه السويس، وكانت اهتمام بالكره زمان مش زي دلوقتي. احنا كنا الاسره كانت اهتمامها بالدراسه اكتر من الكوره، فكان طبعا انا الحمد لله يعني كنت في اسره رياضيه، فساعدوني بشكل كبير جدا ان انا اشتغل على نفسي واشتغل في الكوره. الحمد لله الواحد يعني من وانا صغير الدنيا كانت ماشيه معايا بشكل كويس، يعني خدت خطوات كانت بالنسبه لي مميزه. لعبت في نادي صغير وبشكرهم جدا لان هم حببوني في الكوره، نادي النوبه في السويس، وبعدين رحت نادي منتخب السويس، وبعدين رحت اسماعيلي، فاخدت خطوات جيده. طبعا ما كانش فيه مساحات زي دلوقتي، و و و و وما كانش فيه يعني زقة كده اللي هو للرياضة زي زمان بقى زي دلوقتي. ففرصة بقى ان الواد يستفيدوا بكل الكلام ده كله عشان يقدروا ان هم يعني يبقوا حاجة مميزة. التعليم بقى مختلف في الكورة، مش تعليم في التعليم نفسه، لا التعليم في الكورة بقى عندك ولا تقدر ان انت تزود من مستواه، بيجي لك 5 من 10 6 من 10 6 توصل بيه 7 و8، فربنا يكرم ان شاء الله والولاد يستفيدوا. يعني انا بدات هنا، يعني انا فعلا اول واحد بدات من نادي الصيد. انا اكبر، خلي بالك انا الوحيد اللي اكبر ناس سنا في النجوم اللي طلعت كلها، انا اكبرهم واقدم واحد واول واحد طلع للنادي الاهلي، كنت انا من وانا صغير، فشريف عفضيل مش هيهرب مني. فالحمد لله رسالة لكل الناس ان نادي الصيد فيه مواهب كتير، الاهلي فيه مواهب كتير، كل الاندية مصر، يعني دايما لازم تبقى عندك رسالة التحدي مع نفسك، في صعوبات هتقابلك. يا فاروق، قائمة اللاعبين المسافرين للقاء العودة
بالظبط يا كابتن اسامه. مستر ريني فايلر اعلن قائمه الاهلي لهذا اللقاء اللي ضمت كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وظهور اول لمصطفى شوبير في قائمه النادي الاهلي في المواجهات الخارجيه. محمود متولي ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم ووليد سليمان وايمن اشرف وحسين الشحات واليو ديانج، عمرو السليه، مروان محسن، محمد مجدي قفشه، علي معلول واحمد الشيخ، اليو باجي واحمد فتحي وجونيور اجاي وجيرالدو ومحمد هاني. دي القائمة اللي اعلنها مستر ريني فايلر كابتن اسامة. ان شاء الله يبقى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهة، نرجع ان شاء الله منصورين وصعود النادي الاهلي الى مباراة النصف النهائي باذن الله يا كابتن اسامة. رئيس البعثة كابتن محمود الخطيب فاروق. بالفعل يا كابتن اسامة، الكابتن محمود الخطيب يترأس بعثة النادي الاهلي المتجهة الى جنوب افريقيا، يعني ودي من الامور اللي يعني عايزين احنا برضه نتكلم ونستفيد فيها. اعتقد وجود الكابتن محمود الخطيب بصفته الشخصيه وجوده بنفسه يكون رئيس للبعثه بتوصل اكثر من رساله للاعبين، ان انا معاكم واحنا في ظهركم. رئيس اكبر منظومه رياضيه في مصر في القاره الافريقيه الاسطوره محمود الخطيب اللي يكون موجود في رئاسه بعثه فريق النادي الاهلي، اعتقد بيبقى ليها رسائل ايضا مع الفرق المنافسه وتواجده في جنوب افريقيا. ايضا افراد بعثه فريق صن داونز كان الكابتن المنسق الاعلامي الكابتن خالد علي في حديث يعني منذ لحظات قليله كان ابدى اعجابه بالفعل بوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، وحي مجلس اداره النادي الاهلي على اتخاذ القرار بالسفر يعني بدري 6 ايام الى بريتوريا وجوهانسبرج، واشاد بهذا القرار. يعني اصداء هذا الامر يا كابتن اسامه ليها صدى كبير جدا عند المنافس، واعتقد ده يعني ليه مردود كويس جدا عند كل جماهير النادي الاهلي. طب التجمع في المطار الساعه كام؟ يعني احنا ان شاء الله يا كابتن اسامه التجمع هيبقى من يعني تمام الساعه 8 يعني 8 ل 8 ونص كده ان شاء الله يا كابتن اسامه. بدا يتوافد اللاعبين وافراد الجهاز الفني مدير الكابتن ماهر عبد العزيز ومحمد اسامه بينهوا اجراءات السفر وكافه الاجراءات الخاصه بجوازات لاعبي النادي الاهلي. طيب وانت قريب كده من اللعيبه في المطار يا فاروق، عايز بس اتطرق لنقطه مهمه، هل وصل اللعيبه ان احنا هنا في استاد القاهره كسبنا 2 فاحنا رايحين باريحيه، ولا احنا رايحين كانها مباراه من الاول مباراه العوده في جنوب افريقيا؟ لا خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسامه، لعيبه النادي الاهلي المباراه مقسمه الى شوطين، هو الشوط الاول انتهى هنا في مصر بفوز النادي الاهلي بهدفين، احنا هنبدا مباراه ثانيه جديد خلاص، يعني لعيبه النادي الاهلي والمستر ريني فايلر قال للعيبه خلاص احنا قفلنا صفحه مباراه الذهاب بايا كانت النتيجه، اعتقد 2-0 لو ادت نوع من الارتياح لعيبه النادي الاهلي، ولكنها لسه مشوار طويل، لسه عندنا مباراه صعبه. فريق صن داونز فريق من الفرق القويه جدا، فريق قوي جدا على ملعبه، ظروف المباراه وتوقيت المباراه اعتقد هي من الامور اللي لعيبه النادي الاهلي بتضعها في الحسبان، ايضا الجهاز الفني بيعمل لها الف حساب. لا لعيبه النادي الاهلي لسه بتقول احنا عندنا مباراه ثانيه، والطموح عند لعيبه النادي الاهلي كمان ان احنا نحقق الفوز هناك في ملعب بصن داونز في بريتوريا، اعتقد من الامور والرسائل المهمه جدا اللي احنا شايفينها ولمسينها من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسامه. تمام، كل الشكر لزميلنا فاروق صلاح، توصلوا ان شاء الله بالف سلامه، وكل التوفيق للبعثه واللاعبين والجهاز الفني، وان شاء الله ترجعوا منصورين وتقدروا تفرحوا كل جمهور النادي الاهلي. يعني زي ما اقول لحضراتكم هي المباراه الاصعب في هذا الموسم هي لقاء العوده في صن داونز، زي ما اقول لحضراتكم يعني صن داونز من الفرق المرشحه، وده يعتبر نهائي مبكر، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هتكون على قدر المسؤوليه. وايضا يعني من الاخبار اللي قالها زميلنا فاروق صلاح من القائمه المشاركه مصطفى شوبير من الناشئين اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير خلال الموسم ده وخلال الموسم اللي فات، فالحمد لله النهارده فعلا عندنا ناشئين مبشرين، ودلوقتي بدانا نجني يعني ثمار ان عندنا مواهب بدات تتصاعد مع الفريق الاول. كل التوفيق ان شاء الله لفريق وبعثه النادي الاهلي يرجعوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونقدر نتجاوز دور الثمانيه. قبل ما ننهي النهارده ان شاء الله في مباراه كلاسيكو الارض، كلاسيكو الارض هتكون الساعه 10، ريال مدريد وبرشلونه بينتظرها العالم كله. اكيد المباراه هتقام، عارفين هتقام ليه؟ علشان اتوبيس ريال مدريد اتوبيس برشلونه هيروحوا الملعب. اشوفكم الاسبوع اللي جاي على الف خير، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.